قول الو. الو ايوه بكي الحمد لله تمام. ازيك؟ مبسوط ان انا بكلمك. ربنا يخليكي. اتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش اسمي. ممكن جدا. طب كام سنه؟ 29 ولا 25؟ 29. طيب مرتبطة؟ ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟ لا هو حب. ارتباط عاطفي يعني. طيب جميل. بقالك قد ايه مرتبطة؟ بقالي سنتين ونص. في مشروع خطوبة او جواز او او؟ للأسف لا. ليه؟ ايه اللي موقفكو؟ هو عنده كام سنة؟ لا هو اصغر مني. اصغر منك بقد ايه؟ سنتين. مش قضية. طب وايه اللي موقفكو؟ اللي موقفنا ان هو كذب عليا. وقال لي ان هو مفيش حد تاني في حياتي. اكتشفت ان هو خاطب في الاخر. اكتشفوا ايه؟ اكتشفت ان هو خاطب في الاخر. يعني بقاله سنتين ونص معاكي واكتشفت ان هو خاطب؟ اه. ويا ترى لسه مرتبطين ولا؟ لان انا معاه في نفس الشغل. غصب عني كل يوم بشوفه، غصب عني بنتكلم. انا اصلا بكلمك عشان عايزه اعرف ازاي ان انا افصل ما بين اللي انا فيه وما بين حبي وما بين شغلي. مش عارفه اعمل كده. هو بيشتغل معاكي في الشغل يعني شغله في نفس الشركه اللي انت بتشتغلي فيها؟ وبتشوفيه كل يوم ولا على طول فوق؟ اصل ممكن يكون بيشتغل معاكي بس هو في مكتب وانت في مكتب، او ممكن تكونوا انتوا الاثنين قاعدين في وش بعض على طول. ساعات بنبقى في وش بعض وساعات شخصنا ما بيكونش مع بعض. بس ممكن جدا يبقى لكم علاقه في الشغل مع بعض. اه. واكتشفتي ان هو خاطب ومكمل في اجراءاته وهيتجوز والدنيا تمام. اه. بيقول المفروض ان هو لسه بيحبني برضه. هو عمل كده غصب عنه. طبعا انا مش عارف يا جماعه، بس سوري يعني خليني اقول كلمه، يعني ايه راجل يعمل كده غصب عنه؟ امال يعني ايه راجل اساسا؟ ما خليني اقولها بقى للشباب كلهم، يعني ايه راجل يقول انا خطبت غصب عني؟ معناها انك بتروح تقول للبنت انا مش راجل. عشان بس لما كل شاب يسترجل كده ويفتح صدره ويروح يقول لك انا اسف انا ارتبطت بس اصله غصب عني، اعمل في حسابك يا وحش انك راح تقول لها انا مش راجل، انا اتنزلت عن رجولتي. بقول لك على حاجه كمان، بيقول لي ان الراجل ممكن يحب اتنين عادي جدا. اه. انا بحبك وبحبها وبحبكم انتوا الاثنين. بس بحبك انت اكتر. لا يا حبيبتي، الراجل من النوعيه دي اللي هو نوعيه الشاب اللي قال لك الراجل ممكن يحب اتنين، ده ممكن يحب 87. اي واحده معديه قدامه الجيب بتاعتها نطت فوق الركبه ب 15 سنتي وقع في دبدبها. اي واحده معديه قدامه شعرها طويل حبتين ريل عليها. اي واحده تانية معديه ضحكت له وابتسمت له خلاص. اي واحده عينيها واسعه دلق. ده راجل قلبه كبير، عامل زي الحله اللي بيسيحوا فيها السمنه كده، عارفاها الكبيره دي؟ عماله تشيل. وانت صدقتي الكلام ده؟ هو زي يعني هو مدير يعتبر في الشغل. مديرك يبقى هيطلع عينك. وبصراحه ما عنديش بديل لشغلي. ما حدش قال ان يبقى عندك بديل لشغلك، وما حدش قال ان انت تعامليه من منطلق انك بتحبيه. هي الحدوته كلها قولي له بص، نقف بقى واقفه هنا، انت انسان كويس وانا انسانه كويسه، انت راجل لطيف جدا بسم الله ما شاء الله قلبك كبير وبتحب كتير، انا ما ياكلش معايا الكلام ده خالص، انت انسان ارتبطت غصب عنك يبقى انت مسؤول عن افعالك وتصرفاتك، انت انسان شايف ان حياتك كده مظبوطه، حياتك المظبوطه دي كده ما تلزمنيش، احنا علاقتنا تبقى محدوده مع بعض في حدود الشغل، اي كلام بره الشغل انا مش هقبله حتى لو دايبه في دباديبه. لو قدرتي تقهري نفسك وتحافظي على كرامتك وتقفي كده رافعه راسك لفوق هينخ قدامك، وكل ما هينخ قدامك هتقولي لا ما يلزمنيش، وهتعرفي انك قوية وقدرتي تعدي من المحنة دي بخير، ولو طلعتي من المحنة دي هو اللي هيدخلها، فده تحدي مغامرة انك تعرفي تسندي نفسك وتطلعي منها او تقعي وتنكسري. لا
البني ادم الشاطر ما يتكسرش، انا هطلع منها وهتقويني، ويتكسر هو زي ما يتكسر، وانا اعتقد برضو انه هيتكسر. اصل الرجل مؤاخذة اللي غصب عنه بيبقى غصب عنه. حبيبي يا عمي.